الحضارة المصرية القديمة قادت العالم كله إلى النور من قبل التاريخ، أنتجت لنا إبداعات معمارية ارتبطت بعقيدة وثقافة المصر القديم. وكان حلم كل مصري إن تبقى ذكرى خالدة لا تفنى، وحرص على اقتناء مقبرة تحتوي على غرف وحوائط تساعده في تحقيق معتقداته. وكان من أهمهم باب مش عادي سماه العلماء الباب الوهمي. المصري القديم في مقابره كان بيبني أبواب وهمية. الأبواب الوهمية كان ليها وظيفة، وهي المخرج اللي بتخرج منه الروح عشان تخرج إلى النهار، لأن المصري القديم قدس الشمس ولقى إن رحلة حياته هي أشبه برحلتها. الشمس بتشرق في اليوم اللي بيتولد فيه، واليوم اللي بتغرب فيه هو يوم وفاته. وعشان كده هنقدر نستخدم الأبواب الوهمية إنها تكون بوصلة لينا نحدد اتجاه الغرب. هي في الغرب وبتخرج الروح منها.